بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب التاسع من الكتاب الثاني والعشرين، كتاب البيوع، باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر. الصبرة اللي هي الكومة من الطعام، أما يبقى طعام مكوم كده كومة يسموه صبرة، كومة من طعام بلا كيل أو وزن يسموها صبرة. كومة الطعام ما نعرفش وزنها ايه ولا كيلتها ايه، سواء كان هذا الطعام تمر او كان برا او كان دقيقا او كان شعيرا، المهم يسموها صبرة طعام، يعني مأكول، طعام يعني مأكول، اي شيء يؤكل يعني. تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر، يعني بمثلها من نفس نوعها وجنسها. احنا عندنا الاجناس الربوية الذهب والفضة وكل مطعوم، عند الشافعية هكذا كل مطعوم ده جنس ربوي، التمر مطعوم مش كده، اي جنس ربوي لا يجوز بيعه بنفس جنسه الا لابد ان تتحقق ثلاث شروط، والا نقع في الربا: التماثل والتقابض والحلول. لازم يبقى يتحقق شرط التماثل، الوزن بالوزن او الكيل بالكيل، والتقابض يعني ايه يدا بيد في المجلس، والحلول يبقى بغير نسيئة يعني بغير اجل. فلو لم يتحقق شرط التماثل وقعنا في ربا الفضل، ولم يتحقق شرط التقابض وقعنا في ربا اليد، ولو لم يتحقق شرط الحلول وقعنا في ربا النسيئة. يبقى عندنا ثلاث أنواع من الربا: ربا اليد وربا الفضل وربا النسيئة. في النوع الرابع والأخير من الربا، ربا القرض، حياتي بعدين. يبقى هم عندنا الربا في الإسلام أربع أنواع بس: ربا اليد وربا النسيئة وربا الفضل وربا القرض. ما التقابض؟ ما يحصلش تقابض، يعني لازم يدا بيد، سلمني وسلمك، ادي معنى لو ما سلمتكش في نفس المجلس يبقى وقعنا في ربا اليد. فاهم؟ يشترط التقابض في نفس المجلس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هاء وهاء، يعني هات وخد، هاء وهاء. فالصبرة اللي من طعام من التمر دي هشتريها انا بتمر، تمر نوع تاني يعني ده تمر مثلا من نوع زغلول هشتريها انا بتمر سماني، او ده تمر برني هشتريها بتمر مثلا جنيب، انواع التمر كتيرة، فحبدل ده بده تبادل تجاري. طالما تمر ماليش دعوة باختلاف باختلاف الانواع، طالما هي نفس الجنس تمر لازم يتحقق شرط التماثل، يبقى الوزن بالوزن. فهمت ازاي؟ وزنا بوزن. لما قلنا الصبرة دي غير موزونة يبقى ما ينفعش ان انا اشتريها بتمر مثلها الا لما تحقق الوزن، ليه؟ حتى اخرج من ربا الفضل، ليه؟ لاتفاقهما في في النوع والجنس وعلة الربا اللي هي الطعمية. فهمت؟ فهو الجنس واحد، الجنس واحد، ده تمر وده تمر مش كده برضه، والعله واحده ان ده مطعوم وده مطعوم، فاذا اتفقوا في الجنس والعله لازم يتوفر ثلاث شروط.
طب اختلفوا في العلة اختلفوا في العلة والجنس، يبقى بيع واشتري زي ما انت عايز. عايز تبيع بقى ايه؟ التقابض يبقى في وقت تاني ويبقى فيه اجل ولا يتحقق شرط التمس، ما يجرش حاجة. يعني انا هشتري ذهب، هشتري تمر بذهب اللي هو دينار يعني، او هشتري تمر باوراق مالية بجنيه مصري، خلاص مش مشكلة بقى، يعني مش حاوز ان انا الجنيه قدام التمر. فهمتني بقى ازاي؟ ليه؟ لان اختلفت الجنس والعلة. العلة في الذهب النقدية والعلة في التمر الطعمية. فهمت؟ فاختلفت العلة، وده جنس وده جنس. فإذا اختلف الجنس والعلة فبيعوا واشتروا كما شئتم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت بقى المسألة؟ طب إذا اتحدوا في العلة واختلفوا في الجنس، واتحدوا في العلة واختلفوا في الجنس، يعني ذهب بفضة، العلة في الاثنين واحدة وهي النقدية، مش كده برضو؟ لكن اختلفوا، يبقى يسقط شرط التفاضل ويبقى الشرطين التقابض والحلول. يسقط شرط التفاضل ولكن يبقى شرطان وهو التقابض والحلول. يعني هشتري تمر بأرز، الأرز ده حاجة والتمر حاجة، نوع مختلف، العلة واحدة ان ده مطعوم وده مطعوم، مش كده برضو؟ فطالما العلة واحدة يبقى يسقط شرط، واختلف الجنس يسقط شرط التماثل، يبقى مش مهم يبقى نفس الكيل او نفس الوزن، لكن يشترط شرطين التقابض والحلول. فهمت بقى المسألة؟ وعلشان كده هنا تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر مثلها. مجهولة القدر ليه بقى؟ ليه حرام؟ لعدم تحقق شرط التماثل في متحدي العلة والجنس، متحد الجنس والعلة. فطالما اتحد الجنس والعلة يبقى لازم يتحقق عندي شرط التماثل مع وجود التقابض والحلول، لازم اوفر الثلاث شروط والا اقع في احد انواع الربا الثلاثة. فهمت بقى؟ التماثل ده ممكن يكون ميزان بس في وزنا في الموزون وكيلا في المكيل. طب لو النوع نفسه اغلى يعني ممكن يكون نوع، يبقى خلاص ما اشتروش بنفس بقى جنسه، ابيع ده بالدراهم واشتري بالدراهم، سهله احول. خلاص ابيع انا التمر الجنيب بالدراهم او بالدنانير، وبعدين اخد بقى الدراهم دي اشتري زي ما انا عايز عشان اغير الجنس. فاهم؟ زي الصرافه. يعني انا مش هروح انا اشتري رز برز، اخد انا رز بسماتي ورز مصري واقول له اديني الكيلو ده قدام كيلو ده، هخسر لان ده اغلى. طب اعمل ايه؟ ابيع البسماتي بالجنيه المصري، اخد الجنيه المصري اشتري الرز التاني. فاهم؟ بس اغير الجنس. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم اراد كده، اراد انك انت ما تروحش تاخد نفس الجنس ونفس العله وتحقق شرط التماثل، مش هينفع، لن تقبل والا هتخسر، لان في نفس الانواع تختلف في ايه؟ في قيمتها. ده في كيلو تمر ثمنه 200 300 ريال وفي كيلو تمر ب 2 ريال، مش معقول انا اخد كيلو ده بالكيلو ده. طب واتخلص ازاي؟ ابيعه بالريال. فهمتني ازاي؟ او ابيعه بالدولار، او ابيعه بالجنيه المصري، او ابيعه بالدينار، او ابيعه بالدرهم، واخد بقى بجيبي واطلع على قد وزن ده. فهمت بقى الحكايه؟ تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر. وعنه قال بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 28 بعد 903,000، قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن جريج أن أبا الزبير أخبره قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. يبقى لازم نتحقق شرط التماثل. لكن ممكن تشتري صبرة الطعام كده هو بغير جنسها، يعني بالدينار او الدراهم او الاموال بدون ما تزنها، ممكن تشتريها بالنظر كده، تقول انا هشتري الكومه دي ب 100 جنيه
ومش هتوزن يجوز، فهمت؟ لكن لو نفس الكومة دي قمح والكومة دي قمح نوع تاني، اقول هاخد الكومة دي بالكومة دي ما ينفعش، لازم نتحقق بالوزن. فهمت بقى ازاي؟ لازم هنا نوزن بقى ونظب او نكيل اذا كانت ايه، يكال في المكيل ويوزن في الموزون. فهمت بقى المسألة؟ وعن ابي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير انه لم يذكر من التمر في اخر الحديث. باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. الخيارات في عقود البيع كثيرة، اتفقوا على بعضها واختلفوا على بعضها العلماء. فمن ضمن خيارات عقود البيع خيار المجلس، طول ما احنا قاعدين بنتناقش في المجلس فكلنا ايه لنا الخيار، البائع والمشتري له الخيار انه يعقد العقد او انه ايه لا يعقد العقد. المصريين يقول لك بين البائع والشاري ايه، افتح الله يعني مع السلامة، هذا اسمه خيار المجلس. فهمت ازاي؟ طول ما احنا قاعدين لسه ما افترقناش يبقى الكلام بناخد وندي مع بعض لم يتم العقد، كويس؟ طول ما احنا قاعدين لو اتفقنا وانصرفنا يبقى تم العقد، خلاص. فهمت بقى المسألة؟ ده خيار المجلس. اخذ به خيار المجلس الشافعية ومن وافقهم كالحنابلة والامام الشعبي وكثير من الصحابة، خدوا بخيار المجلس وقالوا الفرقة تتم بالابدان، كويس؟ بالابدان يعني ادي لك ظهري وامشي. طيب والامام ابو حنيفه والامام مالك قال لك خيار المجلس هو الفرقه تتم بايه، مش بالابدان، ده بالقول. طالما قلت لك الصيغه بعتك كذا وانت قلت قبلت وسكتنا يبقى خلاص تم العقد بالصيغه، فالفرقه فرقه اقوال وليست ابدان. فجعلوا خيار المجلس الفرقه فيه بالاقوال وهي الصيغه مش بالابدان، واضح؟ ده راي مين؟ الاحناف والمالكيه. لكن الشافعية والحنابلة قالوا الفرقة تكون بالأبدان وليست بالأقوال، وده الراجح عند إيه من حيث النظر في الأدلة، أو على الأقل الراجح عندنا نحن معاشر الشافعية في فهم إمامنا يعني وفي فعل الصحابة. سيدنا عبد الله بن عمر كان لما يعقد عقد مع واحد ويريد أنه إيه يبرمه ويوم إيه أول ما يقول الصيغة يديله ظهره ويمشي سلام عليكم عشان يفرقوا على طول، يبقى انعقد العقد ما يجيش يقول له خلاص ما تمش. فهم؟ يبقى كان سيدنا عبد الله بن عمر كان يرى ان الفرقه تكون بالابدان وليس بمجرد الصيغه. فهم؟ باب ثبوت خيار المجلس للمتبعين. في خيار تاني، انواع تانيه في الخيارات هتجيلنا بعد كده، يعني زي خيار ايه الشرط، نقول لك مثلا ايه هبيع لك هذه السياره بمبلغ كذا على ان تجربها عندك لمدة اسبوع، في خلال الاسبوع ده ليك تردها، ما عجبتكش بعد الاسبوع عجبتك بعد الاسبوع ده عدى وما ردتهاش يبقى ما تجيش تردها خلاص تم العقد. يبقى ده يسموه خيار الشرط، شرطنا مدة معينة للخيار. فهمت ازاي؟ وفي اي احيانا يبقى خيار الرؤية، اذا بعت لك حاجة وصفتها لك لكن مش موجودة في مجلس العقد، بيع غائب لم ياخذ به الشافعيه. الشافعيه قال لك لا ما في، لا يجوز بيع الغائب اصلا حتى ولو كان موصوفا. واخد بالك؟ لازم يبقى المبيع حاضر. والرسول يقول لا تبع ما ليس عندك. لا تبع ما ليس عندك. طب امال ايه السلم؟ بيع السلم. قال لك ده خارج عن القاعده، ده النبي يسره، ده في الاستصناع، عقود الاستصناع وغيره للضروره، لكنه هو على خلاف الاصل. الاصل انك لا تبع ما ليس عندك. وبالتالي لكن المالكيه اجازوا خيار الرؤيه، يعني يتم بيع ما ليس عندك على ان يكون هناك اختيار عند رؤيته، فان رايت وما عجبنيش اقول لك مش هشتري. فهمتني ازاي؟ يبقى في خيارات اتفق عليها بعض العلماء وخيارات لم يتفق عليها بعض العلماء، هنشوفها واحنا ماشيين. باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. للمتبايعين اللي هم عقد ايه طرفي عقد البيع اللي هو البائع والمشتري.
وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. إلا الاستثناء هنا إلا إذا اخترنا أننا نفترق ويبقى عند ما زال الخيار لمدة معينة. فهمت إزاي؟ يبقى البيعان كل واحد منهما بالخيار، يعني لو اختيار انه ايه ينفذ العقد او يقطع العقد، ما على صاحبه بالخيار على صاحبه ما لم يتفرق، يعني معناه لو تفرق انقطع الخيار، مفهوم الحديث كده. الا بيع الخيار الا ان يكون ايه في شرط، شرط ان الخيار يستمر عدة ايام. وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حا قال وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل حا قال وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد جميعا عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حا قال وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد حا قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك عن نافع. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. وقلنا تحديد التفرق هنا مذهبان، تفرق بالأبدان وهو اختيار الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، وتفرق بالأقوال يعني بالصيغة وهو اختيار الإمام أبو حنيفة والإمام مالك. ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر، يعني ممكن إيه البائع يخير المشتري، فإن خير المشتري يبقى الخيار في عند المشتري أو المشتري يخير البائع. طب ولما يخير البائع هو فقد اختياره؟ في الراجح أنه يبقى فقد اختياره، وفي وجه عند الشافعي أنه لم يفقد اختياره بعد برضه. واضح؟ يعني وجهان. فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. يعني ممكن أنا أبيع لك مثلا السيارة وأقول لك لك الخيار مدة 3 أيام، يبقى جعلت الخيار في يد المشتري. فهمت ازاي؟ بحيث انك تاخد السيارة وتجربها 3 أيام، عجبتك خلاص، تجيليش يوم الرابع تقول لي بقى انا ارجح، ما ينفعش، قلت لك 3 أيام. فلو جيت بعد الثلاث ايام يبقى انعقد البيع، ما ينفعش ترجعها بقى. فهمت؟ وعن ابي قال وحدثني زهير بن حرب وابن ابي عمر كلاهما عن سفيان قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج قال املى علي نافع أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار، اللي هو يسموه خيار الشرط. بيعهما عن خيار يعني خيار الشرط. فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب. زاد ابن أبي عمر في روايته قال نافع فكان إذا بايع رجلا فأراد ألا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع إليه. أو سيدنا عبد الله بن عمر هو كان يرى أن الخيار خيار أن التفرق خيار المجلس تفرقه بالأبدان.
فكان سيدنا عبد الله بن عمر اهو. فقال نافع فكان اذا بايع رجلا زاد ابن عمر ابن ابي عمر في روايه قال نافع فكان كان مين سيدنا عبد الله بن عمر اذا بايع رجلا فاراد الا يقيله يقيله يعني ايه يفسخ العقد يعني قام فمشى هنية ثم رجع اليه ليتحقق التفرق بالابدان فيصير العقد لازم. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار. يعني يسموه بقى الخيار الاخير ده خيار الشرط. باب الصدق في البيع والبيان. طبعا القاعدة ان التاجر الصدوق الامين مع الصديقين والشهداء والصالحين وقليل ما هم. فايه لابد ان التاجر يصدق ويبين العيب في المبيع عشان المشتري يبقى على بصيرة وعلى بينة. من غشنا ليس منا. فلو كان في بيع يقول له اه والله انا هبيع لك السيارة بس السيارة ايه عاملة حادثة والحتة دي انا مغيرها. ما تقولوش لا انا مش مغيرها دي ما عملتش حادثة قبل كده. ده الدوكو بتاعها فابريكا وانت دهنا 10 مرات قبل كده. ما ينفعش. فهمت ازاي؟ فلازم تبين المبيع. ليه؟ علشان اما ياخدها ما يشعرش انك غشيته. تبين له كل حاجة. يبقى البيعان بالخيار إذا صدق وبين بورك لهما في بيعهم وإن كتم محقت بيع إيه بركة بيعهم لأن هيبقى فيها غش والأسواق مليانة غش. ليه؟ لأن ما بقتش ماشية على أداب الإسلام. ولما كثر الغش في الأسواق قلت البركة في الأموال بقاش في بركة في المعيشة. باب الصدق في البيع والبيان. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حا قال وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي خليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. صدق يعني ايه في القول وبين العيوب او صفات المبيع على صفته بورك لهما في بيعهما. وان كذب وكتم يعني كذب عليه قال له لا ده انا جاي لي سعر اعلى وهو ما جالوش سعر اعلى اصلا فكذب عليه وكتم العيب محقت بركة بيعهما. محقت يعني زالت بالكلية حتى لم يبقى لها أثر. المحق إزالة الشيء حتى لا يبقى له أثر. المحق غير السحق. السحق ممكن يبقى ليه في شوية أثر باقي يعني شوية أثر بركة. لك شو قال لك محقت يعني حتى لا يبقى لها أثر. أي بركة مش موجودة خلاص. فالمحق غير السحق. المحق أقوى من السحق. وعن أبي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام عن أبي التياح قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال مسلم بن الحجاج اللي هو المصنف ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة وعاش 120 سنة 60 سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام. يعني هو أسلم عنده 60 سنة وعاش كمان 60 بعد كده ومات عنده 120 سنة. ده حكيم بن حزام. باب من يخدع في البيع. وعن أبي قال حدثنا
يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة، يعني بشرط أن العقد لازم لو لم يكن فيه خديعة لا خلابة. فكان إذا بايع يقول لا خيابة، لا خيابة، يعني مش خلابة كان ألدغ يقول علام إيه يه، لا خيابة هي أصلا خلاب. ليه؟ لأن ده أصله ده اسمه حبان بن منقذ الأنصاري، كان أصيب في أحد الحصون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم بحجر وقع على رأسه، ففقد قدرته على النطق شوية، فقد بعض الحروف بسبب الصدمة اللي جات له على المخ، وصار إيه متسرع في البيع والشراء، فيروح يشتري فبقى إيه، وفي نفس الوقت لم يفقد إيه التمييز بالكلية، وعاش لما بقى عنده 130 سنة ويروح يشتري ويخسر، ولاده يتخانقوا معاه يا ابونا ما تشتريش، مفيش داعي التاجر وانت في الظروف دي، يروح السوق يجيب البضاعة بأعلى سعر وهي بسعرها كده بإيه، يعني بيخدعوه في السوق. وفي نفس الوقت لما يبلغ درجة السفه اللي النبي يحجر عليه وولاده زعلانين، ابن واسع يروح للنبي ابونا هيخرب البيت، يروح يشتري الحاجة من السوق بأضعاف أسعارها، أو يجيب أشياء رديئة وسعر غالي، وإحنا بنقوله ما تشتريش يا ابونا إحنا اللي هنتاجر، مش عايز يسمع كلامنا، نعمل إيه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له إيه، تعالى يا حبان لما تيجي تشتري قول إيه لا خلابة، ويقول لهم لا خيابة علشان هو إيه نطقه ألزغ بسبب الحادثة، بحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إيه يعني هذه المزية، وقال ان دي حادثة عين يعني خاصة بايه بحبان ابن منقذ، ان النبي استثناه، لان لابد ان في البيع والشراء يبقى في نوع من الغبن شوية، عايز يكسب عايز يتشطر عليك، واخد بالك ده شيء عادي. فبعض العلماء قال لك دي حادثة ايه حال خاصة بايه بهذا الصحابي، والنبي استثناه حتى لا يحجر عليه، لأنه لو حجر عليه كان هيجي له اكتئاب ويقعد في البيت يزعل، وهو الراجل ايه مش عايز يحس انه محجور عليه. فالنبي قال له خلاص بسيط، لما تروح تبيع وتشتري قول له بشرط لا خلابة، يعني لا خديعة، يعني لو اتضح ان في خديعة هرد البيع. فما يروح بيته وولاده يقعدوا يتناقشوا معاه يطلع خديعة يروحوا يرجعوه، قالوا احنا شرطين عليكم. فهمتني ازاي؟ العلماء التانيين قال لك ايه؟ قال لك لا، ده مش خاص بيه، ده مطلقا كده، يعني لك ان تشترط انه بيغير خديعة، وقالوا بشرط ان يكون ما يزيدش عن ايه عن 30% من ايه من قيمة المبيع زيادة او نقص، 30% حددوها يعني بعض الفقهاء قالوا كده، لكن الراجع عند الشافعية ان دي حاجة خاصة بايه بحيان ابن ايه منقذ الصحابي رضي الله عنه، وعاش 130 سنة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر اللي هو غندر، محمد بن جعفر ده اللي هو غندر، قال حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد مثله وليس في حديثهما، فكان إذا بايع يقول لا خيابة. يبقى ساعات كان ينطقها غلط، ليه؟ لأنه فقد قدرته على النطق السليم بسبب الحادثة اللي تعرض لها إيه بالايه بواقع الحجر على راسه. باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، يعني ما ينفعش تبيع الثمر على الشجر قبل ان يبدو صلاحها. ليه؟
لان ممكن يؤدي بعد ذلك الى غبن شديد، يبقى بيع فيه جهالة، ما يعرفش قدر الثمر هيبقى قد ايه، وهل هيأمن الثمر من العاهة ام لا يأمن من العاهة او الآفة، وبالتالي ممكن يؤدي الى اكل اموال الناس بالباطل. فنستنى لما يبدو صلاح الثمر، يعني ايه تنضج كده وتأمن العاهة بحيث يمر كده ويشوف الاشجار والثمار واضحة، يوم ساعتها ايه يبيع ويشتري. وعن أبي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وعن أبي قال وحدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. يزهو يعني ايه؟ يظهر ايه لونه، يعني يصفر ويحمر ويظهر لونه. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة. قال يبدو صلاحه حمرته وصفرته، يعني ياخد لون الثمر الناضج. يعني انت عارف انت مثلا البرتقال، البرتقال يبقى اخضر، واذا ثمر غير ناضج لما يبتدي يصفر البرتقال يبقى بيعه، مش كده؟ برضو كذلك مثلا التفاح طول ما هو اخضر لسه غير ناضج، اول ما يبتدي التفاح يحمر او يصفر على حسب نوعه يبقى ايه امن العاهة، يبقى لازم يستنى ما ياخد لون الثمرة الناضجة. طب لو اصفر بعضه ولم يصفر الاخر يجوز يبيع قياسا عليه، لانه على ما يقطع الاصفر الاخضر راح يكون ايه اصفر. فهمت ازاي؟ المهم يبقى اصفر جزء منه اصفر والباقي لسه في طريقه، لان ممكن ايه تحتاج بعض الايام. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب أن يحيى بهذا الإسناد حتى يبدو صلاحه، لم يذكر ما بعده. وعن أبي قال حدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الوهاب. وعن أبي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث مالك وعبيد الله. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. كل ده إيه؟ لفض النزاع وعدم الخديعة وعدم أكل أموال الناس بالباطل. كل الحاجات دي معاملات المسلمين لازم تقوم على هذه الشروط. أي بيع قد يؤدي إلى نزاع لابد أننا نشيل الأسباب التي تؤدي للنزاع من البيع حتى يصير بيعا سليما. أي بيع فيه نوع جهالة لابد أن نزيل الجهالة حتى لا يؤدي إلى الخصام وإلى الخديعة. فهمت زي دي قواعد في إيه؟ في عقود بيوع المسلمين. الوضوح وعدم الغش، الوضوح وعدم الغش، وعدم أكل أموال الناس بالباطل. وعن أبي قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد، وزاد في حديث شعبة فقيل لابن عمر ما صلاحه؟ قال تذهب عاهته. وعن أبي قال حدثنا، والعاهة هو المرض اللي يصيب إيه النبات قبل أن يزهو ويثمر، تبص تلاقي البرعم نفسه مات فما تبيعهاش وهي لسه براعم، قد يصيبها مرض يمنعها من أنها إيه تثمر، فلابد تنتظر. وعن أبي قال وحدثنيه
الله عنه به قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر حاء قال: وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: نهى أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب. وعن أبي قال: حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم حاء قال: وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال: حدثنا روح قال: حدثنا زكريا بن إسحاق قال: حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن بيع النخل فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن. قال: فقلت: ما يوزن؟ قال: رجل عنده حتى يحذر، يعني يقدر ويخمن. يعني انت ما تعرفش تعرف تقريبا وزن على النخل ده ايه الا لما يحمر او يصفر، وتأتي ايه بخبير يمر على النخل بهذا يسموه الخارس. الخبير ده يسموه الخارس اللي هو يخرسه، يعني يخمنه ايه ان اللي ينزل ده بعد ما يقطع يجيب كذا وزن كذا. فهمت ازاي؟ ادي معناه يحذر، يعني ايه يحذره، يعني يقدره، يخمنه، يخرسه، كلها بمعنى واحد. ويشترط طبعا في الخارس ان يكون خبيرا في هذا، مشهود له بالخبره، وان يكون عدل، ما يكونش ايه راجل خداع، والا يكون بينه وبين صاحب البستان عداوه علشان ما يضروش. وعن أبي قال: حدثني أبو كريب قال: محمد بن العلاء قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أبي عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري حا قال: وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب واللفظ لهما قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الثمر وعن بيع الثمر بالتمر. الثمر بالتمر يقصد الرطب، يعني بالتمر. ليه؟ لأن الرطب فيه ماء والتمر جف ماءه، فمش هتتحقق شرط التماسك، لازم تستنى لما الرطب يتتمر عشان يفقد ما فيه من ماء، لأن قدر الماء اللي في الرطب غير مقدر، ما نعرفوش. فلو جبت وزن تمر بوزن رطب هيبقى فيه جزء مية احنا مش عارفين قدرها، فما ينفعش، لا يتحقق شرط التماسك. فما ينفعش ان انا ابيع الرطب بالتمر، كما انني لا استطيع ان ابيع العنب بالزبيب. فهمت ازاي؟ لازم استنى ما يبقى كله زبيب او كله تمر، وساعتها يتحقق شرط التماسك. فهمت؟ قال ابن عمر: وحدثنا زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. زاد ابن نمير في روايته ان تباع. والعرايا دي هنتكلم عليها من بكرة، لكن نقول لك حاجة بسرعة. العراية دي عبارة عن الرطب أو العنب على الشجر، يباع بقدره يعني خرصا تمرا أو زبيبا. طب هنا مش لم يتحقق شرط التماثل، مش كده برضو؟ لكن النبي استثناها مراعاة للفقير في حدود 5 أوسق ما تزيدش، يبقى فيها علة الربا والنبي حلها، بس بحدود بقيود. ايه هي القيود؟ الا تزيد عن 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع 2.5 كيلو. خدت بالك؟ يعني حوالي 750 كيلو جرام تقريبا، لان الوسق هيطلع حوالي 150، 150 في 5 يطلع 750، 5 أوسق. والخمسة أوسق برضو هي نفس نصاب زكاة الزروع برضو،
يعني هي حد الايه العراية، وهي ايضا زكاة الزروع الخمسة اوسق مراعاة للفقير. ليه بقى؟ لان لو قلنا لابد ما ينفعش تبيع الرطب بتمر، الفقير ممكن ما ياكلش رطب عمره، لان الفقير معهوش مال، معهوش سيولة، لكن ممكن يبقى عنده تمر في بيته، ولما جاء الرطب ظهر الفقير عايز يشتري العيال وياكلوا رطب. الواد بيقول لابوه عايز رطب يا بابا، عايز رطب يا بابا، زعلان وابوه ما عندوش الا تمر، ولو راح يشتري تمر برطب يقع في الربا. فهمت ازاي؟ طب يعمل ايه؟ ام النبي اجاز مراعاة للفقير انه يجيب خرصه رطب، بحيث يجيب واحد كده يخرس، يعني يشوف الرطب وهي على الشجرة كده، يقول اه دي لما تتتمر تبقى تقريبا وزنها كذا تقريبا، ويروح يشتري على هذا، ده مقابل ده. فهمت بقى المسألة؟ فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مراعاة للفقير. وعن أبي قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة، واللفظ لحرملة، قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاع الثمر بالثمر لا ولا تبتاع الثمر بالتمر. الثمر احنا قلنا بالتمر هنا يقصد ايه؟ الرطب بالتمر يعني. قال ابن شهاب وحدثني سالم بن عبد الله بن عمر عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء. ونقف على باب تحريم بيع الرطب بالثمر الرطب بالتمر الا في العرايا مستثناه، غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم يسر امورنا استر عيوبنا بلغنا مما يرضيك امالنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم اكفنا نحن وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، انك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا واليك المصير. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على